بالأمل نحيا العمر المديد، وبشوق ننطر الفلق الجديد، نضاهي عطرات القدر العنيد. ثروة خطابي جرافيك ديزاينر، شاعرة وفاعلة جمعوية من مدينة سيدي بنور. للأسف انقطعت عن الدراسة لأسباب خارج عن الإرادة ديالي، فمن سهلت المرحلة الإعدادية بتفوق إذا بي كتفاجأ أنه ما كنلقاش ولوجيات وما لقاش يعاوني من أجل إكمال مشواري الدراسي. فهناك يعني كنت أمام خيارين، يا إما أني نعيش حياة نمطية ونعيش عادي، أو لأنه نتحدى نفسي ونتحدى الظرفية اللي تفرضت عليا. دونك اعتمدت على التعلم الذاتي، يعني بديت كنتعلم يعني بشكل فردي، كنكون نفسي بنفسي، كنتعلم يعني العلوم والادب واللغات كمثال اللغه الانجليزيه لم ادرسها في مدرسه قط، لكن الان كيمكن لي التخاطب بها، وهي كنعتمدها في المجال ديالي ديال العمل ديالي يعني الديزاين، وهي اللي كناخذ بها الدروس. وهذا من بعد التحقت بالتكوين المهني، حصلت على دبلوم في لافورماتيك. داك العام ما كانش سهل، لانه يعني بحكم انه كنسكن في التروازيام ايطاج، فالام ديالي يعني هي اللي كتهزني وكتنسني وكتعاود تهزني وتطلعني، بحكم انه انا يعني من ذوي الاعاقه الحركيه الثقيله. من بعد كذلك يعني تحقت بدار الشباب وانضميت لمنظمه الكشاف المغربي التي بت قائده فيها، وتمعني في صدقات الموهبه ديالي في كتابه الشعر والزجل. فبالاضافه لهذا انه انا مني كنت صغيره وانا كيعجبني العالم ديال الحواسيب والويب والرسم كذلك، فلقيت انه قاسم مشترك بيناتهم هو تصميم جرافيكي، فبديت كنتعلم ديزاين يعني اكتشفته عجبني بزاف، يعني قلت انه هذا هو الدومين اللي باغي نكمل فيه. دونك يعني بديت كناخذ يعني كنتعلم باغ انترنيت بوحدي، كنكون نفسي بنفسي. بطبيعة الحال يعني المساند الأول والأخير يعني هي الأم ديالي، يعني كان الأب ديالي الله يرحمه، ودابا الأم ديالي والعائلة ديالي الصغرى والكبرى كذلك، والناس يعني اللي كيتفاعلوا معايا في فيسبوك في الغيز السوسيو في الانستغرام، وهذا يعني كيتفاعلوا معايا بطريقة إيجابية، فاني من هذا المنبر نبغي نشكرهم كاملين. واحد المسألة اللي كتضحكني هي أنه أول مرة ما عرفتش نرسم يعني مربع في فوتوشوب، مربع ما عرفتش نرسمه، ولقيت فيه يعني صعوبه وكيفاش غادي نرسمه، واصلا يعني هذيك يعني التول يعني ما لقيتهاش بسهوله، فيعني حتى حاجه ما كتكون بالسهل، فالانسان خصو غير يكون عنده واحد الاصرار، لانه واحد الجمله دائما كنت كنقولها مصممه بان اكون مصممه، يعني دائما كنت كنكتبها في الغيز السوسيو وهذا، فاني كنت يعني الاصرار ديالي كان اقوى من كل شيء، يعني كانت كتجيني انتقادات في الاول وهذا، ولكن يعني كنت كنقول انه انا دابا يعني ماشي بروفيسيونيل، ولكن غيجي واحد النهار ان شاء الله وغادي نولي بروفيسيونيل، ما دام يعني انه زرعت واحد البذره فاكيد الا يعني بقيت كنسقيها بالصبر وبالاجتهاد فراه غادي نوصل ان شاء الله، والحمد لله حنا غاديين. فالحمد لله حصلت على اوسكار رائدات كاول فتاه من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كتحصل على التتويج رفقة نخبة من أهم شخصيات نسائية على مستوى الوطن العربي والمستوى الدولي، وكذلك حصلت على الدكتوراة الفخرية للإبداع المعترف بها دوليا، وكذلك حصلت على شهادة شرفية عليا أي الدكتوراة من طرف أكاديمية السلام بألمانيا، والحمد لله يعني كان لي الشرف أنه نمثل المغرب في عدة ملتقيات ومهرجانات ومعارض، والحمد لله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.